نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، هو موضوع الساعة الحقيقة وطلاب الثانوية العامة والتنسيق. ايه اللي بيحصل في التنسيق؟ والتنسيق بقى الكتروني بقى لنا كذا سنة، في ناس كتير بتستسهل انها ما تقدمش على الموقع بنفسها، تروح مكان معين تدي لهم رقم الجلوس، يعملوا لهم الرغبات، ويتفاجئ بانه جاي له رغبة لا هو كان عايزها ولا هو كان حاططها في رغباته. ليه؟ علشان هو ساب رقم جلوسه لحد عمل له رغباته، واعتقد ان الموضوع بعد كده بيبقى صعب. فلازم يكون رقم جلوسك ده رقم سري خاص بيك، وده اللي بتأكد عليه وزارة التربية والتعليم، وبتأكد انه محدش يملالك رغباتك وانه ما تسيبش رغباتك لحد. هنعرف بالتفصيل يعني ايه اللي ممكن يحصل لو انت سبت رقم جلوسك، ما يبقاش رقم سري، اديته لحد تاني عمل لك الرغبات. معانا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. والتنسيق طبعا حديث الساعة، ومسألة أنه حد يروح يعمل رغبات في مكان ما ويسيب رقم الجلوس هناك، دي يعني بتحصل وبقينا بنشوفها، وبنشوف منها بقى تبعات أنه يدخل جامعة هو ما كانش عايزها أصلا. بالضبط زي ما حضرتك أشرتي، عشان كده يعني وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وجه برصد كافة الأخطاء الشائعة للطلاب الثانوية العامة وشهادة المعادلة خلال السنوات الماضية، وتحليل هذه الأخطاء تحليل علمي ورصدها، وإصدار دليل إرشادي من خلال مركز الإعلام للوزارة بكافة أدوات التوضيح الممكنة برصد كافة الأخطاء الشائعة في السنوات الماضية من خلال التنسيق الإلكتروني. أحد الأخطاء الشائعة اللي حضرتك أشرت إليها إن ممكن الطالب يفرط في الباسورد الخاص بيه ويديه لزملائه لأصدقائه لأصحابه في أي سايبر موجود. للأسف الشديد بيحصل دخول بعد كده على صفحة الطالب وبيحصل تغيير للرغبات، فاحنا مش عايزين ده تحصل، فبنقول للطالب الرقم ده خاص بيك ولا يطلع عليه احد. ثانيا، انت تقدر تتشاور بهدوء مع اسرتك وتقدر تكتب رغباتك وتتعامل بجديه كان مع ال 75 رغبه. بعض الطلاب بيرتب منطقيا في المرحله الاولى بشكل مجموعه رغبات ويترك المجموعه الاخرى او يرتبها بشكل عشوائي. لا، التعامل بجديه كامله مع ال 75 رغبه، تداخل في منافسه مع زملائك، والحقيقه لازم تتعامل بهذه الجديه. النقطه الثالثه المهمه، الحمد لله كليات التمريض والتربيه اصبحت توزيع جغرافي مثل باقي القطاعات المختلفه والتخصصات المختلفه، فالطالب يرتب كل كليات ومعاهد التمريض وفقا لتوزيعها الجغرافي زي اي تخصصات اخرى، ودي بتفتح مجال افضل للطلاب. زي الاول زي السنه اللي فاتت واللي قبلها، متاح ايضا للطالب طوال فتره مرحله التنسيق الخاصه به حسب درجاته ان هو يعدل رغباته. مكتب التنسيق الالكتروني بياخد اخر تحديث او اخر تعديل عمل الطالب قبل اغلاق المرحله، وبالتالي لو كان الطالب في حاله تردد، لو عنده رغبه في تعديل، لو عنده رغبه في تعديل الترتيب الخاص به، يقدر يتناقش مع اسرته ويقدر يعدل حتى تنتهي الفترة الخاصة بالتنسيق بيه، وبالتالي دي فرصة متاحة. أيضا الطالب لما بيخلص عملية التنسيق الإلكتروني يقدر الطالب يطبع آخر تعديل رتب له رغبات عشان يبقى عارف كويس جدا هو مرتب رغباته والكليات المختلفة إزاي. طبعا الطالب عليه إن هو يقرأ كافة المتاح من الكليات ومن التخصصات العلمية عشان يقدر يرتب هذه الرغبات الا وفقا قطاع التخصص اللي عايز الطالب يلتحق به. يعني بعض الطلاب حضرتك بيتم ترتيب الرغبات وفقا للتخصص، يعني الطالب عايز يلتحق بكليه الطب البشري فوفقا للتوزيع الجغرافي بياخد المنطقه الف ثم المنطقه ب ثم المنطقه ج، بيغطي كل الكليات على مستوى الجمهوريه. ثم ينتقل مره اخرى الرغبه الثانيه بالنسبه له ايه؟ بيبدا بنفس النظام. إذا المسألة إحنا شرحناها بكافة أدوات التوضيح، وبنصح كل الطلاب الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الموقع الإلكتروني للوزارة ومشاهدة الفيديوهات التوعية اللي إحنا عاملينها، الاطلاع على دلائل سين وجيم اللي إحنا عاملينها، الإنفوجرافز اللي إحنا مسهلين بيها عملية التنسيق، كيفية التنسيق وخطواته وكيفية تعديل الرغبات بشكل سهل جدا وميسر. إذا الطالب اطلع على كل هذه الأدوات اللي احنا نشرناها من خلال حملة إعلامية خلال الأسبوع الماضي، هتبقى المسألة ميسرة جدا وما فيهاش أي صعوبات، وهيحافظ على
سرية الشغل الخاص بي. صحيح. طيب يا دكتور، عايز أسأل حضرتك، هل في جامعات أو كليات جديدة مدرجة السنة دي في التنسيق؟ بالتأكيد حضرتك، على مستوى كافة الجامعات الحكومية 27 بنتهز الفرصة وأقول إن الطالب يتعرف على التخصصات الجديدة اللي مطروحة في كل قطاع من القطاعات. يعني لو أنا بتكلم حضرتك على قطاع الهندسة على سبيل المثال، لدينا برامج جديدة في كليات الهندسة. نتكلم على قطاع الحاسبات والمعلومات، لدينا برامج جديدة تخص الذكاء الاصطناعي في عدد كبير من الجامعات الحكومية. بنتكلم على سبيل العلوم الإنسانية على سبيل المثال بالنسبة للإعلام نموذجا، يعني الإعلام عندنا برامج جديدة تخص الإعلام الرقمي والصحافة التلفزيونية والإنتاج الرقمي بكافة أشكاله. إذن كل قطاع من القطاعات فيه تخصصات جديدة، وعشان كده مهم جدا الطالب يبذل بعض المجهود، ليس فقط حتى على مستوى الجامعات الحكومية، ولكن الأمر فيما يتصل بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية، يبذل مجهود خلال هذه الفترة بمراجعة المواقع الإلكترونية للجامعات، ويتعرف على البرامج الدراسية الجديدة اللي بتأهل لسوق العمل. يشوف الجامعات التكنولوجية، يشوف أفرع الجامعات الأجنبية، يشوف الجامعات الأهلية، يشوف الجامعات الخاصة. ما أنا كنت أسأل حضرتك يا دكتور عادل، طالب ثانوية عامة ده وأسرته يعني التخصصات الجديدة بالنسبة لهم ما بتبقاش معروفة، إلا إذا كان في حد عنده تخصص معين في دماغه هو حاطط في دماغه فبيدور عليه، لكن أنا إزاي أجذب طلاب ثانوية عامة اللي داخلين مثلا بتوجه مسبق، هو عايز يدخل مثلا كلية هندسة وعايز كلية تربية، لتخصصات جديدة بيحتاجها سوق العمل؟ احنا حضرتك ما فيش مشكله، الطالب بالعكس ده مطلوب ان هو يكمل دراسته في التخصص اللي لديه رغبه في استكماله، انه يكمل مهنته بعد كده بذات التخصص. كل اللي مطلوب بذل المجهود. لو الطالب بيدرس على سبيل المثال وحابب يكمل في قطاع الهندسه، اهلا وسهلا، نشوف ايه البرامج الجديده. هذه البرامج مرتبطه بسوق العمل، لما صممتها الجامعات المصريه بشراكه مع جامعات اجنبيه، سواء بتكلم على منظومه التعليم العالي عموما في مصر، النهارده فيها حاجتين مهمين جدا، الحاجه الاولى البرامج الجديده في كل قطاع من القطاعات، الحاجه الثانيه ايضا المهمه هي التخصصات البينيه او التخصصات المتعدده بمعنى التي تجمع بين اكثر من تخصص. وبالتالي على الطالب المهم ان يعرف ان هذه البرامج الجديده اهميتها في علاقتها بسوق العمل. يعني احنا كان عندنا على سبيل المثال حد حياتك نموذج خاص بالجامعات التكنولوجيه. الجامعات التكنولوجيه العشره اول ما بدات كان في استفسار من الطلاب. النهارده الحقيقه عندنا قوائم انتظار بالنسبه للجامعات التكنولوجيه، قوائم انتظار راجعه الى ارتباط هذه الجامعات بسوق العمل، انها توفر ورش التدريب العملي داخل هذه الجامعات بالاضافه الى التدريب الميداني في المصانع في الاقاليم الجغرافيه المختلفه اللي منشاه فيها. طيب هنا المسألة ترتبط بإيه؟ ترتبط بمجهود الطالب ومجهود ولي الأمر في البحث عن هذه البرامج في كافة الكليات والقطاعات في الجامعات حتى يختار الاختيار الأمثل والتخصص العلمي الأمثل اللي هو أكثر ارتباطا بسوق العمل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معي.